على بعد 25 كيلومترا من المسجد الحرام تقف المدينة الصناعية بشموخ لغزارة إنتاجها المحلي، صنع في مكة لتضاهي بها العالمية. مدينة بهذا الحجم خصصت مصانعها للحرمين الشريفين، تاريخ يجسد وجهود تحكى وتذكر. ينشأ مصنع على مساحة 3,500,000 متر مسطح، يشتمل على مجموعة مصانع، وهو عبارة عن مدينة صناعية متكاملة الأطراف. توجد به 7 مصانع على سبيل المثال. الآن نحن مصنع الرخام الجرانيت يعتبر من أكبر مصانع العالم لإنتاج الرخام الجرانيت. للوهلة الأولى يخيل لزائر المدينة الصناعية أنه في ردهات توسعة الحرم الحديثة وأمام مشروع المسعى في ثوبه العصري، إلا أنه فعليا أمام تصاميم ومجسمات حقيقية للتوسعات المتتابعة. فهنا تدار الخطط والتركيبات الأولية لرؤية تفاصيل المشروع وقياس جودتها قبل أن تأخذ طابع الإقامة الدائمة في أروقة الحرم. المصنع في الموقع هذا يتم جلب كافة الرخام والجرانيت من داخل السعودية ومن بعض الدول، عبارة عن مكعبات بأحجام مختلفة، ثم تقطع بواسطة مناشير خاصة. هذه المناشير صنعت من مواد خاصة ورؤوسها كلها معمولة من الألماس. تساعد هذه المكنة الحديثة الصنع الفريدة في العالم على تلميع الأعمدة الدائرية المجوفة، حيث يتم تركيب قطع العمود المفصلة على برواز ويتم تثبيته بمفاصل، ثم توضع بشكل أفقي على الجلاية لتتولى مهمة التلميع، حيث تعمل بشكل أوتوماتيكي في تغيير أحجار التلميع. يتولى هذا الروبوت الآلي هو الآخر مهمة فرز ونحت الزخارف الهندسية الصعبة. يعمل بذكاء عبر 6 محاور تتحرك من جميع الاتجاهات، ويساعد نفسه بالتغيير أوتوماتيكيا. وبجواره جهاز آخر يعمل على فرز ونحت خماسية المحاور لغرض تشكيل ونحت قواعد أعمدة الحرم الدائرية. من داخل المدينة الصناعية للحرمين الشريفين، خميس الزهراني، العربية.